تقول السائلة: جاءت إلى المسجد في رمضان لتصلي العشاء، فلما وصلت المسجد وقد قضيت صلاة العشاء وشرع الإمام في صلاة التراويح، فصلت معهم التراويح ونسيت أن تصلي العشاء، فما الحكم؟ تصلي إذا ذكرت تصلي، الناس معذور، قوله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها، ما دامت أنها نسيت تصليها والحمد لله، لا كفارة لها إلا ذلك. نعم. أما إن تعمدت أنها توخر هذا لا ينبغي، لا ينبغي أنها توخر العشاء وتصلي التراويح، بل تقدم العشاء أولا ثم تصلي التراويح. نعم.